في تفاصيل جوه الإنسان إبليس من كتر التأمل أكيد بقى عارفها دلوقتي وبقى بيستخدمها لصالحه. مثلا فكرة إنه القلب أصلا، القلب ده هو تسمى قلب ليه؟ لتقلبه، لأنه بيتقلب يطلع فوق وينزل تحت. النهاردة قالك أقرب من ربنا، بعد كده الدنيا تزبطت وبتاعت، ما كنا نبقى زي ما كنا من الأول إلى آخره. بيلعب على الحتة دي جدا، بيلعب على حتة إنه معلش أنت النهاردة في الحالة التوبة الجامدة جدا دي يا باشا، ولا يهمك، يلا خد قرارات أنت مش قدها كتير قوي. عشان وقت الزنقة شفت بقى، شفت تحصر بقى على اللي فاتك وشوف. لكن حتى اللي قلبه عازم وبجد عايز يروح لربنا وبجد ندمان من جرعة ذنوب معينة وغيره، لسه في العادات. إبليس عارف كويس قوي إنه علشان العادة تتكون أو تزول محتاجة على الأقل 40 يوم. كلام ده في علم النفس معروف. أي عادة عندنا كبشر عشان نكونها وتبقى عادة ثابتة ويتغير حتى مكانها في المخ، تبتدي تروح حتة كده معينة في المخ بتبقى مبرمجة أكتر. يعني أنت لما بتسوق مثلا مش بتفكر بقى أنا دلوقتي هسوق وهعمل ده، كان في الأول. لما تحولت إلى عادة بتسوق وتتكلم وتعمل الغلط إنك تبعت رسائل وإنت سايق إلى آخره، ده معناه إنه الموضوع بقى بسيط جدا جدا لأنه بقى عادة. الحد الأدنى لتكوين العادة جوه الإنسان ونفسه 40 يوم. فين وفين بقى؟ أنت تدينت النهاردة يا عم ودخلت، لسه معانا 40 يوم. بتبقى كده مهلة عند إبليس وأعوانه بيحاولوا فيها إن هم يلعبوا على العادات القديمة، إن العادات تفضل ترجع وتنادي الإنسان. من أهم العادات دي اللي دردشنا فيه قضية الصحبة، إنه الإنسان ما بيبقاش سهل عليه إنه يسيب الصحبة، حتى لو هي صحبة سوء فيها خير وعشرة ومواقف وحاجات معينة، فممكن في لحظة حاسمة هو خلاص قرب وعمل ومش عارف إيه، تيجي المكالمة اللي هو كان قلقان منها، الخروجة الفلانية يوم الخميس ها يوم الجمعة كذا كذا كذا، تلاقيه فجأة دخل الصراع. الصراع ما بين الرغبة الصادقة فعلا للإقبال على الخالق وما بين العادات اللي عملت نادي الإنسان وتنزل بيه لتحت. كل الحاجات دي إبليس درسها كويس جدا وبيشتغل بيها على محاولة إبطال التدين، بحيث مش جربته منفعش. التدين ده مش ليك، خليني أقول، خليني صريح معاك، مش ليك أنت، ما أنت جربته، ده خنيق جدا 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 جدا. ودي نقطة تانية بيلعب عليها، إنه يخنق الإنسان جدا جدا بحيث يشعر ان هو وحشاه جدا كل الحاجات الغلط اللي كان بيعملها، وحشاه، ماليش دعوه صح ولا غلط، وحشاني الحكايه دي، الخروجات دي، البنت دي، الولد ده، او وحشاني جدا جدا. وفي نفس الوقت يلعب على الناحيه الثانيه بقى، الوينج الثاني زي ما بيقولوا، فكره انه يكرهنا جدا في التدين نفسه من خلال وجود نماذج سيئه جدا متدينين. كل ده في الخطة البديلة الأولى، ارجع ارجع، ما تتدينش أصلا، الطريق ده مش ليك. تلاقي الإنسان عمال الخنقة اللي عنده تزيد تزيد تزيد، ويربط الشعور بالخنقة ده بالتدين، لدرجة أنه بعد فترة معينة بيحس أنه بيمن على ربنا بتدينه، بيحس أنه هو أنا بعمل كده مع أني مش المفروض أكون عامل كده. وده مدخل آخر من مداخل إبليس، ما تمنش على الله وبتاع، ربنا مش محتاج تدينك أي حاجة بس تقع في الآخر. الحتة التانية برضو المهمة جدا، إنه كارت الممنوع مرغوب بيطلع هنا برضو. الإنسان أول ما بيبقى سايب حياة معينة وأسلوب يعني غلط معين وكده، بيبتدي يلعب إبليس معانا نفس اللعبة اللي لعبها مع أبونا وأمنا من الأول خالص. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، أي حاجة هي ممنوعة، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فيتك خير كبير جدا جدا جدا، ولذة ومتعة غير طبيعية في الممنوع ده، يفضل يبلور الممنوع ويكبره ويكبره ويكبره، فإحنا نفضل غصب عننا حتى جوانا كنفس ترغب فيه ترغب فيه ترغب فيه. هو بيبقى فيه لذة طبعا وقتية بيدوها أي إنسان عمل المعاصي والذنوب وغيره، بيبتدي يفكرنا باللذة دي جدا، وبينسينا اللي كان قبلها من قلق من الإقبال عليها، واللي كان بعدها من ندم على فعلها، والعواقب السلبية اللي كانت ممكن بتحصل لنا لما عملنا الذنوب دي، بينسينا ده كله تحديدا في فترة الوسوسة دي، فترة وسوسة التدين الجديد، الاقتراب من ربنا. هنا هتلاقي فجأة الذنوب حلوة قوي ومشتاق إليها جدا، والناحية التانية مش متصور انه في اي لذة او متعة في القرب من ربنا، بل في خنقة وانا صابر عليها،
في ناس بتتعبني في يا أخي نمط حياة مش هو أنا، ده مش أنا. رجعنا لكلمة أنا. الواقع طبعا أنه في لذة في القرب من ربنا ما تتقارنش أبدا باللذات الدنيوية إلا ربنا هو اللي خلقها. أكيد ساب لنفسه وللقرب منه اللذة الكبرى، كلام منطقي ألف به، هو ده حسن ظننا في الله. لكن اللي بيتدين جديد ويقترب من ربنا بيبقى لسه ما داقش الموضوع ده بعمق، مش شرط يكون، أو بيكون داقه لمدة يعني لحظة، هي دي اللي قربته من ربنا أصلا، لحظة صفة كده، دعا دعوة واستجيبت، حس بالندم، يا ما القرب منك يا رب حلو كويس. بس إحنا موجودين في الأرض عشان نعمل عبادة اختيارية، عشان نقرب إليه بنفسنا وباختيارنا وبمزاجنا إنجاز اللفظ. فطبيعي جدا إنه لازم تيجي مرحلة علينا الاقتراب من ربنا ما يبقاش فيها على هوانا، يبقى صعب، يبقى لمدة ثانية كده حاسين إنه هو صعب وفي تضحية. دي مرحلة زي بحر كده صعب شوية وبنكتازه وبتعدي. هو بقى بيبلور المرحلة دي جدا إبليس وأعوانه. إزاي؟ يفضلوا يقولوا أنت كده خلاص، اللحظة الجميلة اللي أنت دقتها مع ربنا دي مش جاية تاني خالص، ويخلي الإنسان برضو عبد للذة، زي ما خلاها عبد للذات المحرمة المختلفة بيخليه بيعبد ربنا عشان اللذة. لا، مش رفوض أعبد ربنا عشان اللذة، أنا بعبد ربنا عشان هو ربنا، ولما بعملها بصدق بيديني لذة القرب منه. فبرضو ثقافة اللذة دي بدأ يصيب غبارها حتى التدين، حتى التدين نفسه بقى بيتعمل مش للقصد الأكبر، مش للاقتراب من ربنا بجد، لا ده برضو عشان اللذة، لأنه الإنسان بدأ في الزمن ده يعبد اللذات خارج التدين وجوه التدين. بيلعب بقى إبليس على خيبة الأمل اللي بتيجي للمتدين اللي ساب كل حاجة ولسه بيمتحن شوية، على بال ما ربنا يقربه كده ويجتبيه ويديله بقى كده لذة القرب منه ولذة مناجاته يا رب اللي بتغني الإنسان عن الدنيا وما فيها. بيمتحنه، بيجربه، بيشوف هيضحي ولا لا، هيصبر ولا لا، هل في قلبه الله أحق بالعبادة سواء في لذة ولا لا. بيمتحني، يكبر هو الحتة دي يقولك مش جاية أبدا، مش جاية أبدا، وبعدين بص وراك شوف أنت سايب إيه لذات قد كده. يوم الإنسان واقع، كل دي محاولات من إبليس إنه يخلي الإنسان اللي قرر إنه يقرب من ربنا يغير رأيه ويرجع ورا تاني. لحظة اختيار العبد إنه يروح لربه دي لحظة فاصلة ومعركة حاسمة بالنسبة لإبليس، بيخاف يخسرها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين اللي فلتوا بجد، اللي هو اعترف إن هم فلتوا، حتى إبليس اعترف. قرار القرب من ربنا وان انا نويت اقرب احتمال يخليني بسرعه على طريق الخلاص والاخلاص وان انا ابقى بتاع ربنا بجد. فدي بتبقى نقطه تقدر تقول انه بيبقى فيه يعني حاله طوارئ بجد عند ابليس واعوانه في اللحظه دي، وبيعمل بكل ما اوتي من قوه وخبره تراكميه في اغواء بني ادم انه يحاول يوقع الانسان. لكن حتى لو ما نجحش والانسان اصر انه يفضل على طريق التدين، بيبتدي شوية شوية يفرش له طريق تدين بديل، شبه تدين بس مش تدين بجد، طريق اسمه طريق ربنا المفروض في ظهر الأمر، فهو طريق حق وعدل وخير وجمال، إلا إنه مليء بالباطل والظلم والشر والقبح. طريق التدين المغلوط من أقوى أسلحة إبليس وأعوانه لإفساد الإنسانية في هذا الزمان.